للمزيد حول تطورات الأزمة السياسية في تونس بعد حديث قيس السعيد عن نيته تغيير البرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلاء. أهلا بك سيد زياد. بداية، يعني تفاجأ التونسيون وكما تعلم بحجب موقع البرلمان التونسي، وهو ما يراه مراقبون بأنه تم بقرار من قيس سعيد. هل باتت عودة البرلمان غير ممكنة في النظام السياسي التونسي بعد حديث سعيد عن تعديل الدستور؟ نعم، موضوع عودة البرلمان الحقيقة تبدو صعبة جدا لأسباب كثيرة، أسباب موضوعية تتعلق بالموقف الشعبي من البرلمان الحالي، وبالتالي حتى جزء كبير من النواب بات يعبر بشكل واضح على ضرورة إعادة الانتخابات وممكن الذهاب للانتخابات مبكرة، هذا من جانب. ومن جانب آخر واضح أن قيس سعيد لا يريد عودة هذا البرلمان، يريد أن يؤسس على وضع جديد وبناء نظام سياسي جديد. هو أصلا يلوح بتعليق العمل بالدستور الذي أتى بهذا البرلمان وبغيره، وبالتالي موضوع عودة البرلمان هنا قد تكون صعبة، وصعبة جدا، خاصة حتى مع المواقف الدولية التي عبرت كأنها على تجاوز مرحلة ما قبل 25 يوليو. طيب، يعني بعد مرور شهرين على الأزمة سيد زياد، وهنا نتحدث عن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، والتي أنتجتها بطبيعة الحال كما تعلم قرارات سعيد بحل البرلمان وإقالة الحكومة، السؤال هنا باعتقادكم، هل تلوح في الأفق بادرة أمل لخارطة طريق مطروحة من سعيد مثلا؟ لا يبدو هذا واردا البتة. قيس سعيد واضح أنه ذاهب في مساره، بغض النظر ينجح في تحقيق ما يصبو إليها ويفشل، ولكن في الغالب سيفشل إلى حد الآن وفق المؤشرات التي توجد على الأرض، ولكن لا يبدو كذلك أنه يطرح بأي شكل من الأشكال أي مبادرة للحوار. موقفه كرره أكثر من مرة، وهو يريد أن يتفرد بصياغة المرحلة القادمة، وبالتالي هو حرق كل سفنه إن صح التعبير مع كل الأطراف السياسية وحتى الأطراف الاجتماعية التي في لحظة من اللحظات قررت الاتحاد العام التونسي للشغل عرض مبادرة الحوار. وبالتالي قيس سعيد لا يبدو متشجعا أو راغبا في حوار، وإنما يريد أن يستفرد بصياغة المرحلة. كما تعلم سيد زياد، فإن 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية في البرلمان اقترحوا عودة البرلمان مدة محددة. السؤال هنا برأيك، في ظل استئثار سعيد بالقرار، هل يستجيب لهم من أجل حلحلة الأوضاع أم الأغلب أنه سيرفض؟ ماذا ترجح؟ نعم، 70 نائب هم من أصل 217، وهذا عدد زهيد مقياسا بالعدد الجملي للنواب، هذا من ناحية. ثانيا، أنتم تعلمون جيدا أن قيس سعيد عبر بشكل واضح منذ شهر تقريبا أن هذا البرلمان يمثل خطرا على الدولة، بما يعني أنه حاسم موقفه من هذا البرلمان. وكما قلت في بداية كلامي، هو يتبنى نظام سياسي جديد بالكامل، يريد أن يؤسس نظام رئاسي يفتح فيه على كل السلطات. لا يبدو أن قيس سعيد هو جزء من الحل اليوم في تونس، إذا كان من هناك من حل فهو لدى الطبقة السياسية التي يجب أن تتوحد من أجل القيام بمبادرة ومن أجل إعادة التوازن للحياة السياسية التي سيطر عليها قيس سعيد بالكامل. واليوم يجب أن تتجاسر هذه الأحزاب السياسية على خلافاتها، وأن تقوم بمراجعة نقدية عميقة من أجل أن تلتقي على مشروع سياسي ينقذ البلاد، لأن البلاد تعيش فراغ. المخيف هنا أنه في حالة استمرار الوضع قد يلجأ الجيش التونسي أو بعض القوى الصلبة إلى قلب الأوضاع حتى على قيس سعيد، وبالتالي قد تدخل تونس في أتون مرحلة مظلمة أكثر مما هي عليه اليوم. طيب، في ظل هذه الأزمة المستمرة من غير حل حقيقي من قيس سعيد، هل وجد سعيد حلولا ولو نظرية يعلنها لحل أزمة المواطن الذي يعاني في تونس بعد أن أفرزت قراراته بوعزيزي جديد هو ناجي الحفيان كما تعلم؟ قيس سعيد لا يقوم إلا باستهلاك نفس الشعارات التي استهلكها من كانوا من قبله، وهي محاربة الفساد، متحصنا بخطاب الطهورية الأخلاقية الذي يمارس خلاف ذلك. مقالات كثيرة في تونس تحدثت على أن الأجواء في قصر قرطاج أجواء جدا ملوثة، وأن الأمور تسير بشكل يعني منافي لدبلوماسية الدولة ويعني عمق الدولة التونسية في تاريخها. وبالتالي الحقيقة لا أتوقع أي شيء يعني من الرجل، وبالتالي نحن كما قلت مقدمون على مزيد من الأزمة التي تتراكم، والحل اليوم يكمن في الذهاب إلى انتخابات مبكرة في تقديري، رئاسية وتشريعية في آن واحد، لأن استمرار الحالة الراهنة لا يمكن أن يدفع البلاد إلا إلى
إلى السقوط لا قدر الله. الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلاء، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.